استقبلت عائلة الشهيد مهدي العبيدي بفريانة جثمان ابنها الطاهر بعد ما تم تسلمه من المستشفى الجهوي بالقاسرين ليتم دفنه بمثواه الأخير بمقبرة الجهة بحضور جموع غفيرة حضرت باش تعبر على استنكارها على العملية الإرهابية الأخيرة اللي راح ضحيتها 4 من رجال الأمن. مهدي العبيدي 30 سنة عريف أول بالحرس الوطني، واحد من 4 أمنيين اللي سقطوا شهداء برصاص الإرهاب في العملية اللي استهدفت دورية للحرس الوطني ليلة البارحة بمنطقة بولعابة من معتمدية القاسرين الجنوبية.